طب حضرتك بتقول لي يعني الخلطة السحرية في أعمالك هي إنها أعمال مصرية، يعني باختصار مصرية. شايف الأعمال اللي بتعرض النهاردة على الشاشة مصرية تحمل السمة دي؟ لغاية هذه اللحظة ما يحدث في الدراما ملوش علاقة بالمجتمع المصري نهائي. ليه يا أستاذ جمال؟ ليه بتقول كده؟ يعني المسلسلات كلها بتتكلم عن المجتمع المصري أو بتقدم أحداث بتحصل في المجتمع المصري، ليه حضرتك مش شايف أنها مصرية؟ أولا يعني خلينا أتكلم بوضوح شديد. اتفضل. إن الـ 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 الأسرة أو التارجت بتاعنا عبارة عن أطفال شباب وبنات، الأسرة المصرية. الأسرة المصرية، أنا بدخل البيت بتاع الأسرة المصرية دي، زمان إحنا الجيل بتاعنا كده كنا بنحترم جدا البيت وبنحترم الأسرة، ما ينفعش نقول ألفاظ أو مفردات بره، ما ينفعش إن الولاد الصغيرين اللي هم عبارة عن سفنج بيمتصوا ما يحدث في الإعلام ويقولوه، ما ينفعش إن أنا أقدم مفردات سفلة سفلة بجد، يعني مفردات الحوار وحش قوي 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 بجد. انا بغير لما اتفرج ولاقي في حوار بتدور بالريموت، بتدور بغير، لانه المفردات اللي بتتقدم المفروض انها تبقى من المجتمع المصري. احنا جيل كنا بنحاول نعلى بالمجتمع المصري، نرتقي بالمجتمع المصري، نرتقي بيه، نعلى بيه في الفكر والثقافة والوعي والفهم إلى آخره يعني، ونقدم أشياء خاصة بالمجتمع المصري بالمفردات. فإحنا كنا فعلا جيل الرقابة جوانا، يعني الرقابة جوايا. جميل التعبير. أشوف اللي مكتوب إيه وأرفض، ده لأ ده بلاش، وأقول للمؤلف تعالى لا ده كذا ده كذا ده كذا. انا اشتغلت مع مؤلفين كتير جدا غير الاستاذ العظيم الله يرحمه اسامه عمر عكاشه، الله يرحمه، وكنت باصر على ان المفردات تبقى يعني انت حضرتك ذكرتي رايو سكينه. رايو سكينه مسلسل عن السفاله والدعاره عن لسه هقول لحضرتك والخبط، ما فيهوش كلمه ما تنفعش تبقى في البيت، ما ينفعش. انا بخش البيت لازم ابقى محترم البيت. لو عايزين تعملوا اللي انتوا بتعملوه في الدراما التلفزيونيه دي روحوا اعملوها في السينما والناس تدفع فلوس تتفرج، تاخد ولادها وتروح تتفرج، لكن جوه البيت ما ينفعش اقدم اعمال لا علاقه لها بالمجتمع المصري، يعني العشوائيات، السرقه والقتل والدعاره وتجاره المخدرات. بس في ناس يا استاذ جمال بيقولوا هو ده اللي بيحصل، وانه الفن دوره ينقل، يعني ينقل الواقع للشاشه. في اللي بيقدموا الاعمال دي بيدافعوا عنها من هذا المنطلق، ان دور الفن ينقل الواقع. غلط غلط. انا لسه بقول لحضرتك احنا بنرتقي بنعلى، مش بنقدم. يعني تعالي نقول اللي حضرتك بتقوليه ده نسبته قد ايه في المجتمع المصري؟ 5% 10%؟ هو ده بقى الاساس؟ طب ليه لا. دايما المخرجين بيروحوا عند الخمسه او العشرة في المية دول، المخرجين والمؤلفين ليه بيروحوا عند الخمسة أو العشرة في المية دول ويقدموهم؟ هل يمكن هو ده اللي بيعجب الناس؟ لا. يعني 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 النوعية دي من الأعمال اللي فيها زي ما حضرتك قلت القتل والسرقة، أو يمكن العنف ده بيعجب الناس أو أصبح يعجب الناس؟ ما أعتقدش، ما أعتقدش. يعني حضرتك الأبيض والأسود، بتقدمي الشر وبتقدمي الصح، يعني الغلط والصح، قدمي الاثنين. ما ينفعش تبقى الحكايه معتمده على الشر طول الوقت يعني. وبعدين في مسلسلات الابن بيقتل ابوه وبيحرقه وبيقتل عمه وبيقتل زي ايه؟ يعني حضرتك قلت لي في مسلسلات بشوف بمسك الريموت وادور القناه، زي ايه مثلا؟ لا ما احنا يهمنا نسمع راي حضرتك بصراحه. لا داعي لذكر اسماء معينه، بس ده تقدم، ده تقدم وموجود، موجود لغايه النهارده. هل في نجوم متبنيين النوع ده من الاعمال؟ يعني شايف ان في نجوم بعينهم ساهموا في افساد الذوق العام؟ زي مين؟ محمد رمضان. كل الاعمال اللي قدمها، ما هو لما بقول لك يحرق ابوه ويموته ومش عارف ايه، هو ده عامله محمد رمضان.
بس في ناس بتقول ما هو ده موجود، ومحمد رمضان بينقل صوره او بيمثل او بيجسد بشكل ما صوره الشاب المصري الشعبي، وده موجود. ما انا لسه بقول لحضرتك النسبه قد ايه، النسبه قد ايه، ولو النسبه دي عاليه انا احاول بقدر الامكان ان ارتقي بالناس واقلل النسب دي. نتيجه ايه؟ نتيجه انه انا بيتفرج عليا الناس في الدراما اللي بقدمها وبيتخذوا الجمل والحوارات والمعاني والحاجات دي اسلوب ليهم في الحياه، بيقلدوها يعني بلغه مبسطه. بيقلدوها.